تعالى اتفضل. انت غريب؟ طب بس بلغ الناس ان معايا حد. مفتول. ايوه شوف انا جاي لك مين. هيكون امين شرطه. عادي يا اخويا متعوده. تعال. تعالى تعالى عطوه. اه وده ايه اللي جابه ده؟ طب سلم الاول. اهلا يا عطوه. ازيك يا استكل؟ اتفضل يا اخويا. اتفضل اتفضل. بيقول له ان اختك الحكومه قلب عليها الدنيا. عسليه؟ اه. والحكومه يا اخويا عايزاها في ايه؟ لا ده قبل ما اسيب بولاق بشويه. اصل انا سبت المحل بتاعي واشتغلت صنايعي في محل تاني. انت هتقعد تلوك؟ عسليه الحكومه عايزاها في ايه؟ صار اتجوزت اتنين، واحد في اسكندريه وواحد في المنيا. الاولاني سرقت منه فلوس والتاني خدت منه عيل صغير. ربنا يبارك لها. بس عيل ليه يعني؟ ده من سنة وأكتر المخبرين ومناء الشرطة كانوا رايحين جايين علينا. صاحب البيت رمى العفش بتاعه وخد الشقة. ده لحد قبل ما امشي من بولاق كان برضو فيه وشوش كتيرة بتسأل عليها. وده بقى اللي خلاك تجيبه معاك وانت جاي؟ يا ستي ما عطوة قال لي ان انا اتحكم عليها بالاعدام غيابي، فقلت اجيبه عشان احلي بقه بلقمة. نور عطوة. الله يبارك لك يا معلم رشد. مصدر رشد. مصدر. والله العظيم انا ما فاهم حاجه منكم. الله في ايه يا فتون؟ الراجل عارف عننا كل اسرارنا، فبدل ما يدلدقها بره جبته عشان نحلي بقه بلقمه. والله العظيم ما فكرت في كده خالص يا استاذ فتون. لا راشد عنده حق. ويا ترى اتفقتوا بقى هتديله كام؟ لا انا قلت الاتفاق يبقى قدامك يمكن يعمل لك خاطر. يا باشا والله العظيم انا ما هفتح بقي باي كلام. هو انا اقرع ونزي؟ وكتاب الله يا استاذ فتون، انا وانا نازل من بيتنا سبت الولاية 20 جنيه. ما انا قلت لك اصل انا سبت المحل بتاع البولاق وجبت. انت هتلوك تاني يعني؟ السبوبه جت في وقتها. الحقيقه يعني في وقتها قوي، بس طبعا انا مبسوط ان انا شفتكم وانبسطت ان انا شفتكم يعني. يا فتون الراجل مش هيشرب حاجه ولا ايه؟ لا لا مش عايز والله. يا مش غريب ازاي زي ما انت واحد تاكل لقمه. راشد فين الدبل؟ حلقتها يا ستي. مش شايفه ان شاء الله. ايه النصيبه اللي انت عملتها دي؟ ايه الواد اللي انت جايبه لي ده؟ باعه. يا نصيبتي السودا، هو انت جايبه عشان تقتله؟ ما كانش ينفع يجي لحد هنا واسيبه يرجع لي بحبل المشنقه. كان عليك من ايه بده يا اخويا؟ ما كنت تزوغ منه. ما كانش ينفع، كان لازم اقرره واعرف ايه موضوع عسليه. وخلاص رجلي جابتني بيه لحد هنا، اقدر انا اعمل له ايه؟ لا مش هيحصل. ما ينفعش يمشي من هنا على رجليه. اسمع يا ابن الناس، احنا ساكنين هنا في عمارة لا فيها دم ولا جثث. هتخرج بالجثث ازاي قدام السكيورتي؟ ولا كلمتين اللي قالهم على عسلية لحسوا دماغك وعموا عنيك. عسلية طلعت اوسخ مني ومنك، متجوزة اتنين وهي لسه على ذمتي. ما تستخمط عسلية بسخمار. الله مش مهم هي دلوقتي، المهم اللي بره ده هنعمل فيه ايه؟ هعمل لك ايه انت اللي مش عايزين نخلص عليه؟ اسمع بقى، ما هو لو كان له نصيب يموت على ايدك يبقى مش هنا. هات فلوس. خدي. كام دول؟ 5. حاسب. خليك هنا اوعى تتحرك. طيب. يا اهلا يا اخويا. اهلا. بص بقى بالصلاه على النبي، دول 5000 جنيه. لا واللي جاي اكتر. ربنا يكرمك يا غالية. ربنا يكرمك يا اخويا. الا قول لي بقى اخبار ام ميزو ايه؟ انا داخل في 4 اشهر ما شفتهاش. اهو الحته بقت ضلمه والحرم ما بقليش فيها بقى رزق. اه عندك حق يا اخويا. إلا واخد بالك أنت من المطرح؟ شفت إحنا اتغيرنا إزاي؟ بقينا فين؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدكم يا رب. ربنا يخليك يا أخوي. تشتغل معانا؟ ها؟ ده أنا أتمنى. بس عشان تشتغل معانا مفيش راشد، بقى اسمه عادل فكري. مفيش ماستر راشد، بس انت لا مؤاخذه بقيتي ميسيز مين؟ انا فتون وهفضل طول عمري فتون. اه لهنا علي حكم.
انا من النهارده خدامك. الهنا والشفا. متشكر ده. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجة. أنا أصلاً مش عايز حتى أنزل بالسرير. طفيت الموبايل مش عايز أسمع أي دوشة خالص. ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينة شوية. جنينة إيه؟ أنا بقالي ساعة بتحايل على نفسي أقوم أخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينة. شاور؟ طب قوم. يلا إيه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك اه هحميك. تحميني؟ آه. لا لا ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ اه طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعالى يلا حضر لك. لا 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 خليك انت خليك انت. انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعه. خليك كذلك. ماشي. وادي قاعده. هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف. لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي انا اصلا جايه عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا حلوة دي. بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. اه انا عامل له مفاجأة. هو مراد فين؟ في اوضته حضرتك. طب انا هتغير. بتعملي ايه؟ ايه ده؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ اه انا. يا سلام. من كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هتعملي ايه انت بس؟ انت مجرمة. مجرمة ليه؟ عشان اسمك. هاني ازيك يا حبيبي؟ معقولة؟ تجد ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقولي كده؟ اوعى تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا. بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا عن اذنكم. نايس ميتينج يو هاني. نايس ميتينج يو تو. سودان يا حبيبي. اون كوم اوس سودان. ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي